انا هقول لكم على حاجه. الارض الزراعيه هنا كانت معموله قبل كده على مدى 200 300 400 حتى لو قلنا 1000 سنه قبل كده على امتداد النيل ده، وتكلفتها كانت البلد دفعتها كناس وكمستثمرين وكدول وكحكومات على مدى السنين اللي فاتت. النهارده الفدان ده اللي موجود دلوقتي انا ما بدفعش فلوس في استصلاحه، لا بنيه اساسيه ولا اي حاجه. صدقوني وانا بقول الدوله الكلام ده، مش بس لينا كلنا بقى يا جماعه، احنا بنتحرك عشان نضيف للارض الزراعيه نسبه من الارض الزراعيه تعوض اللي قال عليه الدكتور معيد في ان احنا نوفر السلع الاساسيه من قمح ويعني ومطالب الغذاء للمصريين ما امكن. الفدان بيتكلف من 250 ل 300 الف، وبالمناسبه ده استصلاح في اراضي مش بالجوده دي، دي اراضي يعني انتوا بتقولوا عليها ضعيفة. لا الاراضي دي بتقولوا عليها الارض السوداء الخصبه، انما الثانيه اراضي صحراويه ضعيفه، فعشان تطلع منها انتاج بيتحط لها صرف جامد في اسمده وخلافه. طيب بقول تاني، من 250 ل 300 الف جنيه عشان نعمل الفدان ده اللي انا ممكن بهدره هنا. وعشان كده بقول لينا كلنا نفكر يا جماعه ازاي نوفر الشقه دي للناس عشان نجذبها انها تيجي. عايز ان احنا نحط ايدينا كلنا مع بعضنا، لان المقابل ان انك انت هتعمل الاراضي دي هتروح منك، وهتبقى هتحتاج تعمل اراضي في حتت تانية وتعمل لها تشق لها ترع وترفع لها ميه وي وكهرباء وكلام هذا القبيل. وبقول تاني الفدان 250 ل 300 الف جنيه، يعني المليون فدان بكام؟ ب 300 مليار جنيه. لو كانت، مش هقول لو كانت الدوله انتبهت، مش عايز اقول كده، لكن لو كانت النهارده الدوله عملت بناء مجتمعات عمرانيه في تستفيد من الارض باكبر قدر ممكن وتبقى مسيطره عليها ومخططاها، الارقام دي ما كانتش يعني كان ممكن تتضخ بطريقه تانية صياغه اداره المال في مصر. انا بقول الكلام ده لينا النهارده، واحنا بقول تاني واحنا فرحانين، بكره في اليومين ثلاثه اللي جايين هتجدوا اراضي زراعيه بتضاف بس ما فيش جنب منها سكان، عشان تروح لها تسيب ارضك دي او تسيب بيتك اللي هنا وتاخد لك 200 300 كيلو تروح توشكا او شرق العينات او غرب المنيا او اللي هي الاراضي الجديده. طب ما الارض الجديده النهارده لما اجي اقول لك تعالى اسكن فيها تقول لي لا انا عايز افضل جنب اسرتي هنا ومش عايز اقعد هناك، ولو انا عملت لك هناك كمان دي تكلفه كبيره جدا. ده انا بتكلم على 300 الف جنيه عشان تبقى زراعه مش عشان تبقى حياه. عشان تبقى ايه يا دكتور عاصم؟ حياه. عشان تبقى حياه خدمات. ممكن يوصل بقى الفدان لمليون جنيه. بالظبط. ممكن يوصل الفدان ايه؟ مليون جنيه. لما اعمل بقى تجمع عمراني واعمل له المدرسه واعمل له المستشفى واعمل له الطرق واعمل له شبكه الكهرباء وكلام من هذا القبيل. طب احنا لدينا القدره الماليه لكده؟ ما انتوا في الاخر هتقولوا احنا مش قادرين نحس يعني عايزين نعيش، مش كده؟ هو في الاخر المواطن عايز يا دكتور مصطفى؟ عايز يعيش، وانا كمان عايزه يعيش، بس هو لازم يفهم راجل او ست، شاب او شابه، ان ده لا يمكن يحصل